بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أخوكم الدكتور يحيى بن فرح الزهراني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي المشارك. أصحبكم بمشيئة الله على منصة رواق في محاضرة بعنوان السعي نحو فهم الاعتدال. ما هو الاعتدال وكيف نفهمه؟ وكيف نفهمه من خلال سلوكنا أو علاقتنا مع الآخرين أو علاقتنا تجاه الوطن أو علاقتنا تجاه الأمور المختلفة مثل البيئة أو الطاقة أو الغذاء وغيرها. لا شك أن الرحلة في السعي نحو فهم الاعتدال رحلة شيقة وممتعة. أصحبكم بمشيئة الله في محاضرة مختصرة عن موضوع الاعتدال وروح الاعتدال. كونوا معي، شكرا لكم.